جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن عدد الركعات التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفروض الخمسة وبعدها، ويذكر بالذات الصبح ويركز على الوتر. جزاكم الله خيرا. الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها قبل الفرائض وبعدها 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها، هذا الأفضل. وإن صلى ركعتين قبلها وركعتين بعدها فلا بأس بذلك. وأما العصر فلا راتبة لها قبلها ولا بعدها، لكن من صلى قبلها تنفلا مطلقا فهذا عمل طيب. أما بعدها قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 2 ركعات، وأمر بالصلاة قبل المغرب بعد غروب الشمس وبعد الأذان المغرب، أمر بالصلاة صلاة النافلة، فقال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. وأما صلاة العشاء فيصلى بعدها 2 ركعات راتبة، وأما الفجر فيصلي قبلها 2 ركعات إذا طلع الفجر. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الرواتب في بيته، كان صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الرواتب في بيته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى أخواتنا وأما الوتر كان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه ولا يتركه سفرا ولا حضرا، وكذلك راتبة الفجر كان صلى الله عليه وسلم لا يتركها سفرا ولا حضرا. أما بقية الرواتب مع الصلوات فإنه كان إذا سافر وأثر الصلاة كان يترك هذه الرواتب ويقتصر على الفريضة مقصورة. والوتر سنة مؤكدة، وينبغي أن يكون في ختام قيام الليل، إذا كان له قيام من الليل يعتاده فإنه يجعل الوتر في آخره، وإن كان ليس له قيام من الليل فإنه يوتر قبل أن ينام. أقل الوتر 1 ركعة وأدنى الكمال 3، يصلي 2 ركعات وهما الشفع ثم يوتر بواحدة، هذا أقل الكمال في الوتر. نعم.